العين يا يعني اي حاجه من هنا تسيطر عليها الايسر من ليس من فيه في اللغه والايمن يسيطر على الجسم الايسر اوكي فكان أو في انكرو ابلبسي ابلبسي هو مرض الصرع مرض الصرع كانوا شنو يديروا في الاغاني في اوروبا وامريكا عندهم بيشفوا الانسان من الصرع فكانوا يقصوا الفايبرز بين التو هانسرز يقصوا الفايبرز بين الدماغين بس لا شيء الإنسان يعيش حياة طبيعية جدا فكان شفت شاف مايكل شاف حاجة غريبة جدا شوفوا حتى مش يدرس من راهو مركز الإصابة مركز الإصابة شوفوا شو اكتشف لما كان يغطي هيك أيمن كله يسيطر عليه الأيسر ويشوف المريض هذا طبعا جزء الأيسر يسيطر عليه من؟ معي عفوية الأيمن جزء الأيمن من الدماغ يسيطر على جزء الأيسر كان يوري فيه حاجات وعالم طبيعه ومنيخ فلما يبي يعبر الانسان عن الاشياء اللي جنة في جزء الايسر ما يقدرش كيف يعبر كان يعبر الجزء الايمن من دماغ الانسان يعبر عن طريق الكتابه والاشاره والايمن بس اما لما جاف على على في العالمين وعرضنا صور وعرضنا لي هو مسيطر عليها الايسر كان يقدر يتحكم بجزء يتاكدوا قالوا كيف فالضوء توصلوا الى يحكموا اي جزء من الدماغين بالصوديوم باش يرقد الايسر فرقد الوضع الايمن لما رقد الايمن كان ينسوا يد بلادي يد ويعبر ويحكي صار يشتغل قاعد اوكي لكن لما نوموا بالصوديوم الايسر نوموا لا يمكن هذا كل حاجة كانت في الدل أيام كل حاجة في الأيسر هذه طبعاً هذه مخبر الكتاب هو سبب هو أن الأنف هذا الدرابورد has been disconnected from the random center هي نفس ما حكيت عليه توم العربي فلو أردت المسؤول كان يعبر عن الكتابة والإشارة الحاجة حتى لو صم من كان يدور معلاج ها؟ صم يدور معلاج الصم هنجوهم توم صم ثم طبعاً هنا نرى عن الأجزاء أنا هذا نشوف هذا الفردك أنا عايز أنفع هذا الله هذا بوركا هيا الجزء المتوسط طبعاً لما يصير في هذا الهدائم الإنسان يكون كلام ضربة حسب تقول الدين يسمى ضربة القوة يصير في جروح في هذه الدرجة أنا أتوقع لما قلت إن أشياء هذه يعني إذا الإنسان هذا مثلاً في البوك في البوركا وفي الفايبرز البنات مع الاثنين لما يصير في جروح هني الانسان مش هيقدر مرات يبوي بس بشكل بصعوبه جدا يعني هذه جلوجي جلوجي يا لاهي هي والزملاء بتاعها يعني في امريكا طبعا الزملاء بتاعها شافوا طبعا هي سايكولوجيست عقل النفس صوره جلوجي والزملاء بتاعها شو صار جابوا الرسم الرسم كان طبعا اللغة الستاندرد بتاعها الامريكان ساين لانجوج اللغة الامريكية للشخص اوكي في لغات واجد اي رسم كانوا شو نفس الصوت حتى لما يمسكوا الجزء الايمن ما فيش لغة يقدر يدير ساينس لما يمسكوا الايسر طب الايسر بالصوديوم ما عادش يقدر يطبق يعني حتى فبلوجي في الكونتكس بتاعها لان كانت اشارات طبعا لينغويستيك جيستشرز لكن كانت لغويه اشارات لغويه انا مش بقول لك اللغات انا مش بقول يكون مطلوبه في لغات اشاره في لغات تفسير في لغات كليكس اوكي يعني هذه كل اللغات فصار بلوجي هذه قالت شنو الفاينل بتاعها كانت جميله جدا قالت اللغه سواء كانت الفم والأذن من الاستماع تدور
أو باليد والعين هي الأصم سيطر عليها الجزء الأيسر من الدماغ.